يمكن معك حق، حكيك صحيح. أنا لازم أفكر بعقلي وما لازم أكون عاطفي بقراري. وأنا هلأ قلبي وعقلي عم يقولوا لي نفس الحكي، إني محتاج بهالوقت لابن وسند. ايه وهذا الصح، كنت بعرف انك رح تختار ابنك وما رح تتخلى عنه ابدا بس كرمال وحده غريبه. انا يا اخي راج فاردان بهنيك من قلبي. وانت يا صهري بسرعة خود الرضا من أبوك وصالحه، وأوعى تخليه يزعل منك أبداً ولا حتى تتخلى عنه. ميت هودة، عفكرة أنت كتير عنيدة، ما سمعتي عمك مين اختار؟ انتي لازم تحمي حالك وتطلعي من هذا البيت هلأ وفوراً. أنا رح دبرك بعد شوي. خد الرضا من أبوك وصالحه. يلا يا روحي.